تواصلنا مستمر، نأتي بكم إلى شوط الختام. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، شوطنا 17 يحمل أبكار مهجنات أصائل. تهانينا والناموس لكل الفائزين، ونذكر بالتوقيت الأفضل هناك مع الشوط 13 والخاص بالأبكار الإذاع المحليات الأصائل لتأتي هناك شواهين لناصر بن محمد أو ناصر بن حمد بن محمد بالسم المنصوري صاحبة الميدان صاحبة العوايد. 7:49 ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لناصر بن حمد بن محمد بالسم المنصوري على هذا الفوز والانتصار. نأتي بكم في انطلاقة أيضا جديدة تحمل أسماء جديدة ومنافسات قوية وتوقيتات زمنية أيضا أخرى نتوقعها في هذا الشوط من خلال تواجد هذه الشعارات الجميلة. مباشرة إلى خيرة سعيد بن نابت وخيلة العامري وصل هنا ليقدم خيرة في الصدارة في المركز الأول، بينما المركز الثاني هناك الظبي للسيد محمد بن سعيد بن بروك الحميري تصل في ثاني المراكز. المركز الثالث شاهينية لصالح بن خادم بصالح الزرعي، وصل الزرعي أيضا بدأ يغير إلى المركز الثاني، ولكن هناك من القادم على المركز الرابع أخذ اللي هي دلع ظاهر بن يمعة بن حارب المهيري، وصل راعي دلع في هذه اللحظات، ولكن القادمة هناك مفوضة وأيضا لها أيضا التفويض التام من أحمد بن خزع بن هركي العامري. راعي حايل قدم لنا واحد من الأسماء القوية والعملاقة في أول أشواط المهجنات الأصايل. هل سوف يختم هذا الشوط كما بدأ بالمهجنات هناك من خلال تواجد حايل؟ ولكن الربيعي بدأ يتدخل مع الجزيرة. يا سلام الجزيرة، الذيب بن علي بن سالم الربيعي المنصوري يتواجد بشعاره الجميل والعملاق والخطير، ولكن ملوح القادمة بشعار غني عن التعريف سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي، بينما هناك أيضا شعار النعامة يصل في هذه اللحظات صاحبة النعامة. تذكرنا بأيضا أشواط الحجاج هناك بتواجد أيضا هذه الاسم الطيارة والوثبة سلطان بن ريو بن محمد المنصوري يتواجد لينطلق هنا في هذا الشوط، ويقدم أيضا هنا اللي هي الوثبة في هذا الشوط المنطلقة هناك، وأيضا الباحث عن الفوز والانتصار في ثامن المراكز. المركز التاسع وصلت مياسة ناصر بن سعيد بن مشيط المري، والمركز العاشر القادمة أيضا خيرة، بقول خيرة هذه المتواجدة هناك سعد بن مسعود بن علي المري، وصل المري وصل في هذه اللحظات ليقدم انطلاقة رائعة في صباح هذا اليوم. أعود والعود أحمد إلى مقدمة الشوط وإلى خيرة اللي في الصدارة، خيرة اللي في المركز الأول، وعسى في الأمر خيرة يا بن خيلة هناك يقدم انطلاقة رائعة وممتازة من خلال تواجد خيرة سعيد بن نابت وخيلة العامري. يا سلام يا سلام يا عليك يا العامري، أيضا تألق في يوم الأمس في سن اللقاية وكان صاحب التوقيت الأفضل في يومها هناك من خلال تواجد مهمة في يوم الأمس. أيضا سعيد بن ناصر بالخيلة العامري، سعيد بن نابت والخيلة العامري كانت مهمة سجلت 6:03 و3 أجزاء من الثانية، ولكن اليوم ينطلق هنا من خلال تواجد أيضا خيرة سعيد بن نابت والخيلة العامري يقدم انطلاقة رائعة، وهنا دخول جميل من خلال تواجد الشاهينية صالح وخادم صالح الزرعي، أيضا شعار عملاق وخطير له المنافسة دائما في المراكز الأولى. وصلت ملوح سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي يقدم انطلاقة ملوح واندفاع رائع من خلال تواجد ملوح في هذا الشوط، ولكن هناك الوصول أيضا من الجزيرة الذيب بن علي بن سالم الربيع المنصوري، وصل أيضا محاولاته أيضا كان في الفوت والفينش هناك مع أيضا اللي هو براق، ولكن هنا انطلاقة جميلة ووصل أيضا في هذه اللحظات أيضا خيرة، وصلت خيرة ما شاء الله خيرة بن نابت وأيضا خيرة سعد بن مسعود بن علي
المري راعي صوغان صاحب الإنجازات الكبيرة يصل وشعار بالهركي المتدخل في هذه اللحظات من خلال تواجد مفوض أحمد بالخزع بالهركي العامري. ولكن أعود لنا العودة إلى صدارة الله، لنا العودة إلى مقدمة شوط، ودخلنا الكيلو متر الأخير، دخلنا هذا الكيلو ولكن خلاص خير على الصدارة، خير على المركز الأول. ما شاء الله سعيد بن نابت وخيلة العامري يتواجد في مقدمة الشوط، يتواجد في الصدارة. واشكرك يا بن نابت، أيضا أرى الجهاز أيضا من أصغر الملاك متواجد، بدأ أيضا بصدر الأمور، أيضا إصدار الأوامر على اللي هي خيرة في الصدارة وفي المركز الأول. خلاص يا خيرة تيمل اليوم، ما دام هذا الشاب هو يصدر أوامر عليك. ما شاء الله وصلت ملوح، وصلت ملوح سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي، وصل شعار بو محمد في هذه اللحظات على المركز الثاني والمركز الثالث. هناك خير القادمة بشعار سعد بن مسعود بن علي المري، ولكن خلاص خلاص يا خيرة، خلاص بسم الله وتبارك الله. تحية واحترام لأهالي الحية الهير هناك والجبيب، يستاهلون التحية على هذا الأداء الجميل الرائع من خلال تواجد هذه النوعيات الجميلة والفاخرة اللي تؤكد أيضا هنا خيرة تواجد هجن أيضا هذا البطل الكبير سعيد بن نابت وخيلة العامري من خلال تواجد سن اللقاية ليؤكد ويعزز هنا السرعة الفائقة ما شاء الله. وتوقع أن التوقيت في خطر من خلال هذا الاسم الكبير والعملاق ما شاء الله تبارك الله. بينما المركز الثاني وصلت هناك ملوح لسعيد بن عبيد بن محمد المزروع، المركز الثالث الوصول من أيضا براقة محمد بن باني بن مستر الدوسري، المركز الرابع وصلت الوثبة سلطان بن إيريو المنصوري، المركز الخامس هناك مفوضة أحمد بالخزع بالهركي العامري. تهانينا والناموس. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا كانت خيرة وانطلاقاتها الرائعة والجميلة والعملاقة. تهانينا لسعيد بن نابت بن خيل العامري على فوز خيرة لتؤكد بالتوقيت الأفضل والتوقيت الزمني الأفضل، 7:46 ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز، فوز خيرة في ختام أشواط هذا اليوم وختام أيضا سن الإذاع. بينما المركز الثاني وصلت هناك اللي هي ملوح لسعيد بن عبيد بن محمد المزروعي، لحظات وصول ملوح قدمت عرض رائع تشكر عليه ومشكور يا أيضا بريك بن طالب بن هليل المري، أيضا 7:57 جزيني من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث سواجاتنا في الأمتار الأخيرة اللي هي براقة محمد بن باني بن مستر الدوسري، 7:58 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، لحظات معدودة وناتي بكم إلى ملخص ختامي هذا اليوم.